السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نناقش فيها مستقبل العمليه السياسيه في المنطقه في ضوء التطورات العسكريه واستهداف المصالح السعوديه. أعلن التحالف عن إحباط محاولة هجوم حوثي على مطار أبها بخمس طائرات مسيرة. جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم حوثي بصاروخ كروز استهدف المطار نفسه. هذا العمل جاء أيضا بعد أقل من يومين على استهداف ناقلتي نفط سعوديتين قبالة شواطئ عمان، وخلال أقل من أسبوعين على الهجوم الذي استهدف أربع ناقلات إماراتية سعودية قبالة ساحل الفجيرة. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف الناقلات، بينما تشير أصابع الاتهام إلى طهران. في الاتجاه الموازي واصل الحوثيون ذراع إيران أعمالهم العسكرية ضد السعودية بشكل غير مسبوق وبعمليات يمكن وصفها بالنوعية. إزاء ذلك يبرز التساؤل، ما مستقبل العملية السياسية في المنطقة في ضوء التطورات العسكرية التي طارت المصالح السعودية بشكل متكرر؟ وما الذي يمكن فعله لحسم المعركة في اليمن ليتسنى لها التفرغ لمعاركها الأكبر والأخطر ربما؟ نناقش هذه التساؤلات بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. التحالف يعلن إحباط محاولة هجوم لميليشيا الحوثي على مطار أبها بخمس طائرات مسيرة بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم بصاروخ يعتقد أنه من طراز كروز استهدف المطار نفسه. هذا التطور جاء بعد أقل من يومين على استهداف ناقلتي نفط سعوديتين قبالة شواطئ عمان، وخلال نحو شهر من هجوم استهدف أربع ناقلات إماراتية سعودية قبالة ساحل الفجيرة. رغم خطورة مثل هذه الهجمات وما تمثله من مؤشرات خطيرة قد تذهب بالمنطقة إلى حرب غير محمودة العواقب، إلا أن الموقف السعودي يبدو مرتبكا وغير حاسم. تزامن الهجمات على المصالح السعودية من قوى غير معروفة حتى الآن شرقا ومن الحوثيين من جهة الجنوب يثير التساؤل عن جدية التحالف في إنهاء الحرب في اليمن للتفرغ لقضايا تمس أمنه الاستراتيجي، إذ إن تحريك الجبهات المجمدة من التحالف نفسه من شأنه أن يربك الميليشيا التي يعتقد أنها تعتمد على إيران في استيراد الأسلحة النوعية وتطويرها. ليبقى السؤال، ما مستقبل العملية السياسية في اليمن في ضوء التطورات العسكرية وتصعيد الحوثيين واستهدافهم المصالح السعودية بشكل متكرر؟ إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي عصام أحمد. سيد عصام مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد عصام، يعني كيف تنظر إلى التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا التصعيد العسكري ضد المصالح السعودية مؤخرا؟ في البداية أرحب بك سيد العزيز وأرحب بجمهورك الكريم. في البداية يجب على دول التحالف والحكومة الشرعية والدول دائمة العضوية أن تجد جلسة مصالحة حقيقية مع النفس والذات. دول التحالف إلى الآن لم تحقق الأهداف الأساسية والمرجوة من بداية عاصفة الحزم حتى اليوم. رأينا التنوع والتطور في الأسلحة التقنية والحديثة التي حصلت عليها ميليشيات الحوثي، والتساؤلات الكثيرة التي يطرحها العالم بأسره، كيف وصلت تلك الأسلحة وكيف استطاعت أن تعبر الحدود وكيف استطاعت أن تهرب إلى اليمن في ظل إحكام السيطرة على اليمن ومنافذها من جميع الاتجاهات البحرية والجوية والبرية. هذا التساؤل يجب أن تسأله المملكة السعودية العربية السعودية، ماذا، ما الذي يحدث لها؟ المملكة العربية السعودية كدولة رئيسية ورأس حربة في تحالف دعم الشرعية في اليمن لم تحقق أي شيء، بل إنها تكبدت المزيد من الخسائر، وتكبدت الخسائر المادية والمعنوية والبشرية، ولم تحقق أي إنجاز حتى الآن. في بداية عاصفة الحزم سمعنا عن إنجاز أهداف وتدمير 80% من القدرة الصاروخية للجيش اليمني التي استولت الميليشيات الحوثية على تلك الأسلحة، واليوم نسمع عن ضرب صواريخ من قبل الميليشيات وصواريخ حديثة لم تكن أساسا ضمن قاعدة التسليح للجيش اليمني.
صاروخ كروز الذي تم إطلاقه على مطار أبها الدولي. نعم، إذا ابقى معي سيد عصام. نعم، إذا الاتصال أو ضيفنا الآخر لم يجهز بعد، وسنكمل معك. يعني برأيك ما خيارات السعودية كهدف أول ثم كقائد لهذا التحالف الذي تقوده في التعامل مع الوضع التصعيدي من جهة الحوثيين على الأقل؟ السعودية كوضع لا تملك وضعها بمفردها، يجب على السعودية والدول المتحالفة في ضمن دول التحالف العربي والدول الدائمة العضوية أن تجبرها السعودية على اتخاذ قرار صحيح وموقف جدي تجاه ما تقوم به الميليشيات. التساؤل الكبير كيف تهرب الأسلحة؟ كيف استطاعت الميليشيات في ظل المدة القصيرة هذه أن تطور أسلحتها حسب زعمها وتمتلك طائرات مسيرة تستطيع أن تقصف أهداف في الأراضي المملكة العربية السعودية؟ نعم. على السعودية أساسا أن تصالح ذاتها أساسا وأن تعمل على كشف الأسباب الرئيسية التي جعلتها تنهزم أمام تلك الميليشيات. الميليشيات كميليشيات لم تخسر أي شيء، هي عبارة عن ميليشيات، العالم معترف أنها ميليشيات. قد نلاحظ أن بعض الدول تتجاوب مع تلك الميليشيات وتحاول أن تكسبها لصفها، لكن كحكومة شرعية كدول التحالف، دول التحالف تخسر معنويا تجاه ما تقوم به من أخطاء وسلبيات لحد إلى وقتنا الحاضر. نعم، إذا ابقى معي سيد عصام، وأرحب بضيفنا سينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي سيد سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سلمان. نتساءل هنا، يعني كسياسيين وصحفيين وأيضا كشعب سعودي، كيف تنظرون لما يحدث مؤخرا من استهداف للمصالح السعودية من قبل الحوثيين؟ أحييك وأحيي ضيفك في الاستوديو والمستمعين إليك والمشاهدين. في الحقيقة ما حدث في عالم الحروب أمر طبيعي جدا، نحن نظرنا لهذا الجانب أو لهذا الاستهداف الذي حدث مؤخرا لمطار أبها الدولي، لكن لم ننظر في الجانب الآخر أن هناك إنجاز لم يحقق في أي دولة في الأرض، وهو تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي لأكثر من 226 صاروخ. هذا الجانب. أما حدث الآن أو يحدث من تطور حديث في الأسلحة التي يمتلكها الحوثيين، أسلحة حديثة، طائرات مسيرة، طائرات بدون طيار، تحمل متفجرات، من الصعب دائما مراقبة مثل هذه الطائرات. يعني كما تعلم إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت في عقر دارها بطيارات بأحجام كبيرة، أربع أو خمس طائرات، فما بالك بالطيارة الصغيرة بعيدة عن الرادارات من الصعب كشفها، من السهل أن تحقق جزء من أهدافها. ولكن في المقابل المملكة العربية السعودية صدت عدد كبير من هذه الطائرات. طيب سيد سلمان، يعني ولو قاطعتك هنا، يعني لو عدنا للأيام الأولى لانطلاق عاصفة الحزم للتحالف الدولي الكبير الذي قادته السعودية للتخلص من إيران وأذرعها في المنطقة، يعني كان هناك تصريح لعسيري بأنه تم تدمير ما يفوق 90% من القدرة الصاروخية للحوثيين، وأيضا يعني بأنه تم تأمين معظم المداخل بحيث أنه تم قطع خطوط تهريب الأسلحة للحوثيين وغيره. اليوم نشاهد أنه ما زالت تضرب بصواريخ مناطق حساسة في السعودية كالمطارات. صحيح، ما أدى اللواء أحمد عسيري في وقته كلام صحيح في العام 2015 بعد انطلاق عاصفة الحزم بستة أشهر، صرح بأنه تم تدمير ما يزيد عن 95 من البنية التحتية للأسلحة الحوثية. ما دمر يا عزيزي هو الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، أما التهريب فهو لا يزال حتى هذه اللحظة التي أتكلم معك الآن فيها مستطرد التهريب من جانب إيران عن طريق ميناء الحديدة وعن طريق ميناء رأس موسى وأيضا عن طريق السريف. هذا التهريب وهذه القنوات كما تعلم بأن السفينة التي هي تعمل
تحت غطاء أنها سفينة تجارية، بينما هي غرفة عمليات إيرانية في بحر العرب، سفينة صاعقة الإيرانية. لذا التوريد أو التهريب للأسلحة بشكل كبير وفي مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 22-31. إذا لا نستغرب، اليمن بلد مفتوح، البلد الوحيد في الأرض الذي لها أكثر من 2000 كيلو ساحلية غير مراقبة، ترتبط مع القرن الإفريقي ومع ساحل سلطنة عمان وعلى المحيط. فلذا فإن عمليات التهريب التي تقوم بها إيران أيضا من ميناء عصب الأرتيلي أمر لا يمكن السيطرة عليه. إيران تمارس التهريب وتخالف القرارات الأممية في ظل صمت وتغاضي أممي. نعم. طيب، نحن نتحدث هنا عن جماعة تعمل لصالح إيران أمام تحالف دولي، ونحن اليوم نقارب 5 سنوات من الحرب. أليس من المخجل أو من المؤسف أن يتحول وضع المملكة اليوم إلى وضع دفاعي بدلا من أن كان هجومي خلال الفترات الماضية؟ أبدا، ليس مخجل سيدي. كيف؟ ننظر الولايات المتحدة الأمريكية، كم أمضت من الوقت في أفغانستان، لا تزال إلى الآن، بينما هي أمام عدد بسيط من مسلحي القبائل. أمريكا لم تواجه في أفغانستان قبائل دولة أو دول، ولكنه فشل. يعني هل نبرر الفشل بالفشل؟ ليس فشل يا سيدي. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في أحد التصريحات قبل عدة أشهر قال بالكلمة الواحدة: نحن مستعدون لحرب قد تطول إلى 20 عام من أجل استعادة الشرعية في اليمن. الخمس سنوات أو الأربع سنوات هذه ليست بشيء لعالم الحروب. بغداد عندما اجتمع التحالف العالمي وليس التحالف العربي، أكثر من 66 دولة تحاصر بغداد ولم تسقط العاصمة إلا بعد عدة أشهر. أكثر من 66 دولة. فما بالك عندما تتكلم عن التحالف العربي الذي تقول المملكة العربية السعودية لديه في الأخير قوانين يحترمها، وهي الأبرياء، عدم الدخول إلى عاصمة صنعاء. السبب الرئيسي في ذلك هو أنهم يحافظون على المدنيين. هذه الحرب اللي يقودها التحالف يحترم فيها القانون الدولي، لكن نحن أمام عصابات لم تحترم شيء. وللأسف أن الأمم المتحدة نفسها لم تحترم نفسها، هي من يهرب الأسلحة وسائل الاتصال للحوثيين. المملكة العربية السعودية الآن ليست أمام إصالة الحوثيين فقط، هي أمام تركيا، أمام قطر، أمام دول عظمى، ورغم ذلك لا تزال تدافع عن الشرعية في اليمن وتعيد المواقع التي استهلها الحوثيين وتصد بعض الصواريخ التي يرسلها الحوثيين على الداخل في مارب وفي عمران وفي غيرها. وفي المقابل هي قادرة وبقوة أن تحمي حدودها السعودية. أن ما يعلنه الإعلام القطري أو قناة الجزيرة أو قناة المسيرة غير صحيح. أنا تذكر بأن يا سيد سلمان، يعني فقط هنا في مسألة السنوات التي تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان بأنه مستعد لخوض الحرب لسنوات، هي بالأخير يعني تأتي على حساب المدنيين. هناك معاناة وكارثة إنسانية تحصل داخل اليمن. سأعود إليك وسنناقش الكثير من النقاط، وأستسمحك فقط لضيق الوقت سأذهب لضيفنا الآخر وسأعود إليك سيد سلمان. أعود لضيفي من القاهرة الباحث السياسي السيد عصام أحمد. يعني سيد عصام، باعتقادك ما الذي يجعل الحوثيين يعني يصعدون من استهدافهم للداخل السعودي في هذا التوقيت تحديدا؟ في البداية يجب أن نعرف أن الحوثي هي عبارة عن ميليشيات مسلحة واجهت الدولة في 6 حروب سابقة. ليس الحوثيون ليس هم من يمثلوا الشعب اليمني كأس، هي طائفة محدودة قليلة جدا محصورة في مناطق معينة ومعروف من هي قياداتها. بالنسبة لتعقيبا على كلام ضيفك الكريم من المملكة العربية السعودية، جميع المنافذ اليمنية تحت المراقبة والوصاية لدول التحالف. كيف تستطيع إيران كدولة واحدة مواجهة دول التحالف وتهريب الأسلحة وإيصالها إلى الميليشيات لتنفيذ ضربات من الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية؟ لا تستطيع. حتى سيد عصام، حتى وإن كانت هذه المنافذ غير مؤمنة، فهو شيء للأمانة يعني مؤسف ومعيب بعد 5 سنوات من الحرب وهذا التحالف، يعني دول مجتمعة وبالأخير ما زالت الأسلحة تصل إلى الحوثيين وما زالت هذه الأسلحة تضرب العمق السعودي. أستاذي العزيز، يجب أن نضع علامة استفهام ونضع الخطوط الحمراء تحت ما دور دول التحالف
تياه التأمين الموانئ اليمنية وتأمين المنافذ اليمنية، الأساطيل البحرية موجودة على منافذ الجمهورية اليمنية، الأسطول الروسي متواجد في قاعدة في باب المندب، الأسطول الأمريكي أيضا كذلك، هناك قواعد عسكرية، القاعدة الفرنسية قريبة من جيبوتي وهي من تؤمن الملاحة، البوارج البريطانية متواجدة أيضا. كيف تمكنت إيران من تهريب أسلحة إلى داخل اليمن لإيصالها للحوثيين؟ هذا التساؤل يجب أن نسأله لدول التحالف. دول التحالف ما تقوم به؟ ما دورها تجاه الجيش الوطني؟ ما دور الدعم الذي قدمته للحكومة اليمنية وكجيش وطني هو يعتبر رأس الحربة والركيزة الأساسية لخوض المعارك البرية؟ فقط ما تقوم به دول التحالف مجرد قصف طيران لمواقع معروفة ومتكررة منذ 5 سنين، هو عبارة عن جبال ما زالت تضرب حتى اليوم. الدول التحالف السعودية بشكل عام والإمارات لم تقم بالدور الأساسي التي شكلت من أجل عاصفة الحجر. الحكومة ما زالت بعيدة عن أراضيها ولا تمارس نشاطها بشكل رسمي من الأراضي المحررة. الميليشيات الحوثية ما زالت متمكنة ومتنفذة وفارضة بسط سيطرتها واليد القوة على الشعب اليمني. ما الذي استفاده الشعب اليمني من دول التحالف حتى اليوم؟ الأساطيل والفرقاطات العسكرية البحرية العربية تجوب الموانئ اليمنية وما زالوا يقولون هناك تهريب للأسلحة، إيران تهرب الأسلحة، إيران تهرب الأسلحة وتدعم الميليشيات. صحيح، لكن هل إيران أقوى من كل الدول العربية؟ هل الميليشيات الحوثية أصبحت جيش جبار؟ هي عبارة عن ميليشيات لم تستطع دخول مركز دماج في خلال سنة وستة أشهر. نعم. ورغم الحصار ورغم تلك الحرب العبثية على مجموعة متواجدين في منطقة معينة لم يستطيعوا الحوثيين اختراقهم ولا حتى زعزعة متارسهم أو النسق الأول لدفاعاتهم. فكيف أصبحت الميليشيات الحوثية بيوم وليلة بهذه القوة وبهذه الزعامة؟ وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي سيد عصام أحمد، كنت معنا من القاهرة، وأرحب بضيفنا من المنامة الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة ميساء. يعني ما الذي يريده الحوثيون بالتصعيد العسكري ضد السعودية في هذا التوقيت؟ هو واضح أنه ضمن التصعيد الإقليمي اللي حاصل الآن ما بين أمريكا وإيران. نعم. فهو المسألة لها علاقة بدورهم الإقليمي أكثر ما لها علاقة بالعملية السلمية في اليمن أو بالعملية العسكرية في اليمن، لأنه كانت الجبهة هادئة قبل التوتر الإقليمي الذي حصل أخيرا ما بين إيران وأمريكا. نعم سيدة ميساء. طيب يعني على ما يراهن الحوثيين في التصعيد الأخير ضد السعودية ومصالحها؟ هو صعب دائما أنك تفسر تصرفات الحوثيين بشكل له علاقة بمصالح معينة. هم دائما بيتصرفوا بطريقة أنهم ميليشيا، فهم عادة في شيء يخسروا، عادة يتصرفوا بهذا المنطق، لكن حاليا هم لا يراهنوا على شيء. هم فقط كل ما في الأمر أنهم بيتجهوا للتصعيد. أعتقد أن هذا توجيهات لها علاقة بدورهم الإقليمي، هذا كل ما في الأمر. هم بيراهنوا يمكن على أنه هذا حيدي الضغط أكثر على دول الخليج، أنها لو انفجر الموقف ما بين إيران وأمريكا وأمريكا وجهت ضربات، أنه إيران قادر أنها تأذي مصالح الخليج بشكل أكثر من خلال وكلائها مثل الحوثي وغيرهم. نعم. إذن تكرمي بالبقاء معنا سيدة ميساء، وأعود لضيفنا السيد سلمان عسكر محلل سياسي سعودي. سيد سلمان، يعني هل يمكن القول بأن إيران وأداتها الحوثي باتت اليوم يعني أقوى من تحالف دولي تقوده السعودية، بل وتشكل خطرا كبير على مصالحه؟ أولا
اسمح لي أنا أعلق على جزئية بسيطة على ضيفك الذي قطعت من الاتصال معه من القاهرة الأخ اليمني الذي يقول ماذا قدمت لنا السعودية والتحالف إلى الآن. اسمح لي أنا أشر المملكة العربية السعودية ليست بحاجة إلى أن تأتي شهادتها من ناقص من هذا الرجل أولا. ثانيا مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة الذي قدم إلى الآن أكثر من 19 مليار لماذا لا أم تجاهل هذا الضيف؟ مركز الإمارات الهلال الأحمر الإماراتي الهلال الأحمر الكويتي يعني مع الأسف أن هؤلاء العملاء الخونة لم يقدموا لبلدهم شيء ثم ينكرون ويجحدون. يا سيد سلمان يعني المبالغ التي تتحدث عنها ربما يعني لو نظرنا إلى الواقع الناس تموت جوعا يعني لم يغير شيء من الواقع. الناس تريد دولة. اليوم التحالف العربي لو أتينا للحديث عن أو بشكل منطقي أكبر هو المعطل الأساس للدولة اليمنية. الدولة اليمنية لا تستطيع العمل بشكل متكامل بسبب تضييقات التحالف وجهات بالتحالف لعرقلة عملها. رئيس الدولة ما زال مقيم إقامة دائمة بالسعودية ولم يعد يعني هناك أمور كثيرة لا نريد أن نفتح الباب في هذا المجال. دعنا نتحدث فقط عن مسألة التهديدات الأخيرة. يعني أنا كنت قد تساءلت في مسألة أنه هل إيران اليوم بحليفها الحوثي باتت أقوى من تحالف كبير تقوده السعودية وباتت تشكل خطرا عليهم بشكل كبير بينما يعني إيران لم تعلن حرب حتى الآن هي فقط أداة بسيطة لإيران كالحوثي يفعل ما يفعل بالسعودية وبالتحالف الذي تقوده. صحيح سؤالك جميل وأنا اسمح لي أنا أوضح لك. عموما إيران ليست أقوى من التحالف وإيران ليست أقوى من ما من كتيبة من كتائب الجيش حتى السعودي. إيران لا تعمل في الظاهر يا سيدي. إيران تعمل بخبث عن طريق عملاء ووكلاء لها في هذه الدول. ننظر ماذا عملت في لبنان عن طريق حزب الله ومن بنى وكون حزب الله. نرى ماذا فعلت في العراق. نرى ماذا فعلت في سوريا والتي هي الآن على وشك التقسيم. ثم بعد ذلك يعلن وزير خارجيتها بكل وقاحة لأن عاصمتنا القادمة هي اليمن أو الرابعة. هذه التدخلات السافرة التي تحدث من تحت الطاولة. إيران ليست في مقام دولة كفو تواجه. إيران تعمل بخبث مع عملاء ووكلاء لها. إيران امتدت يدها ليس إلى الخليج العربي أو إلى بلاد الشام بل امتدت إلى القرن الإفريقي. إيران لها دور في ليبيا وما حدث في ليبيا. طيب سيد سلمان هنا فقط لضيق الوقت باختصار ما هي خيارات المملكة في التعامل مع هذه التطورات العسكرية الأخيرة؟ المملكة العربية السعودية ليس لديها إلا خيار واحد الدفاع عن حدودها وستقطع اليد التي تمتد إليها وستقف بقوة في وجه أمريكا ومن يقف خلف أمريكا. المملكة العربية السعودية تعلم وأنا يقينا أقطع على ذلك بأن هناك دول الظل التي تعمل في إطار مشروعها باليمن. يعني هي ستكتفي فقط بتأمين حدودها والسلام؟ لا أبدا. المملكة العربية السعودية منذ اليوم الأول الذي طلبت فيه الحكومة الشرعية من المملكة العربية السعودية إغاثتها لا تزال تقوم بدورها وستنقذ اليمن وستحرر المناطق التي تحت السيطرة الحوثية. ولكن في المقابل ما نشاهد الآن من تجاوزات من إطلاق صواريخ على مطارات مدنية وعلى مستشفيات وعلى مواقع آهلة بالسكان. المملكة قادرة أن تجازع عن حدها وأن تنقذ جارها. أشكرك سيد سلمان السعودية. عسكر محلل سياسي سعودي كنت معنا من الرياض وأعود لضيفتنا الكاتبة والباحثة السياسية السيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء برأيك لماذا لم يعني تجد الاعتداءات على السعودية مؤخرا أصداء أو تضامن دولي كما ينبغي وكما هو مأمول؟ هو النظر للهجوم على مسار أبها بينظر له في سياق الحرب اليمنية أن السعودية في حالة حرب مع الحوثي فطبيعي أنها تتوقع أي عمل عسكري ضدها. العالم منشغل بالذي حدث بناقلات النفط في عمان في البحر في عمان. هذه بالنسبة لها هذه المسألة الأهم هي تأمين هي الحوادث التي تحصل على السواحل مثل الحوادث التي حصلت قبلها في الفجيرة في الإمارات. هذه المسائل هي اللي تشغل العالم لأنها تبدو كأنها إشارة يعني كأنها رسائل إيرانية استفزازية للعالم إنه أنا مستعد أن أفجر الموقف وإني أهدد المصالح الأمريكية في المنطقة.
فالنظر لها يعني ينظر لها من هذا الزاوية، يعني بيقلقوا من هذه الأشياء. لكن مطار أبها ينظر له أنه ضمن الحرب اليمنية، وأن السعودية دولة منخرطة في حرب الحوثيين، فطبيعي أنها تتعرض لعمل عسكري من الحوثيين. يعني لا ينظر لها ضمن السياق الإقليمي بشكل ما. لكن واضح أن التصعيد الذي حاصل ضد السعودية من قبل الحوثيين أنه تصعيد ضمن توجه إقليمي عام بتقوده إيران، وأنها رسائل إيرانية. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين، كنت معنا من المنامة. والشكر لضيوفنا للمحلل السياسي السعودي السيد سلمان عسكر، كان معنا من الرياض. والشكر أيضا للباحث السياسي السيد عصام أحمد، كان معنا من القاهرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.